ابويا بتفتحها قال لي خد الريموت وروح عند سوني في الصيانه، قال لي روح صلح الريموت وشوف كيف يصلحوها. هلكت انا، انا حسبت القيمه اللي سويتها في الريموتات، قلت والله ممكن اشتري اشياء بها كثير. اتفقت مع ابويا، قلت له تديني قيمه كل سنه قيمه الريموتات اللي خربتها واشتري بها كمبيوتر والعاب، وقلت له ما عاد يصير انا اصلحها بدل ما تروح. فمنها كانت البدايه. فلما رحت نيوزيلندا قالوا لي معلش ما تخش في الفيزياء، طبعا انا كنت بدرس انجليزي في نيوزيلندا، قالوا لي ما تخش في الفيزياء لما تختبر الاختبارات اول. قلت لهم ايش الكتب؟ طلعوا لي كده كتب قد الجبل. طيب قلت لهم هذا الدكتوراه. الدكتوراه قلت لهم طيب انا مستعد انا قابل. الكتب طبعا قبل ما اروح نيوزيلندا اخذت كميه كتب. ايش طلبوا منك يعني؟ لا قالوا لي كتب واختبارات، اختبارات تاهيليه للدكتوراه للبي اتش دي. ايوه انا ما اخذت دكتورات. ايش كان البكالوريوس والماجستير عندك؟ البكالوريوس اخذته في اداره الاعمال من جامعه جوردن الامريكيه في اداره السياحه، بعد كده قلبت على الماجستير برضه من نفس الجامعه في اداره الجوده الغذائيه. فطبعا يعني عجيبه الدكتوراه في الفيزياء. ايوه والسبب التنقلات هذه ان انت ما كنت محدد بالفعل رغبتك من البدايه. انا كنت محدد رغبتي لكن واجهت صعوبات. طبعا في ناس عندنا في العائله يحطموا الواحد يعني. طبعا ابوي من الناس الداعمين ووالدتي، لكن يعني انا ما اقصد اسرتي، اقصد العائله المحيط انه يقول لك يا واد روح. مثلا سويت جهاز ينسخ مفاتيح بنفسي، انه انسخ المفاتيح سويها في البيت. يا واد ولدك ساير حرامي بينسخ المفاتيح اللي عارف الهروج كده، عارف تحطيم كان. ايوه هو مشكلتنا يعني. انت ما شاء الله عندك اهتمام كبير بالتقنيه، وما شاء الله عليك متعاون مع القسم التقني في شركه ابل بالولايات المتحده. ايوه توجهك للتقنيه هذا وعشقك التقنيه، كيف بدا وكيف وايش اللي خلاك تستمر وكيف وصلت انك تكون متعاون مع القسم التقني؟ تعرف مصطلح جيكس معنى مهووس، مهووس تقنيه، مهووس تقنيه. من يوم ما كنت صغير قلت لابوي ابغى كمبيوتر في المدرسه، شايف كمبيوتر عند المدير ابغى كمبيوتر. ابوي يقول لي ايش حتسوي؟ حتقعد تطقطق وهذا؟ قال لي طيب والله اجيب لك بس ابغى درجات. وطبعا درجاتي كانت مدنيه، واجتهدت من اول ابتدائي، قلت لابوي ماني مخلص السنه الا كمبيوتر، مصر على رايي. فجاب لي كمبيوتر، جبت الكمبيوتر اشتغلت فيجوال بيسك، كل حاجه ممكن تتخيلها كلها. جبت كتب طبعا في السعوديه ما عندنا، رحت جبت واشتريت من برا. كيف صرت متعاون مع ابل في امريكا؟ كيف صرت متعاون مع ابل؟ طبعا موضوع بسيط، طبعا الجيكس المتمرسين يعرفوا الموضوع ده. مره سهل انك توصل لاي شخص في العالم، كل اللي تحتاجه هي طبعا نظريه معينه، بس هي يقول لك 6 اشخاص. طبعا انا اقول لك انا هي 6 ايميلات انا اسميها عشان التقنيه. ما اسهل مثلا ستيف جوبز ايميله معروف ستيف ات كذا، رئيس شركه ابل، لاي شركه ابل مثلا، يعني انك تتواصل معاه مساله جدا سهله. بس كل هو فاتح الايميل حقه للناس انهم يرسلوه. انت راسلته يعني؟ راسلته، بس انك كيف تراسله في حاجه تلفت انتباهه. يعني الايميلات بتكون له كثير طبعا، كثير بالملايين، في اليوم بيوصلوا فوق 3 مليون ايميل يعني. وقدرت انك توصل لهم؟ طب انا اديته كلمه، هو طبعا عنده فلاتر، فانا عارف ايش هي الفلاتر اللي عنده وعارف ايش اللي بيستخدمه. فانا وصلت له لعنده، قلت له يعني مثلا ايش طلبت منه؟ ايش قلت له؟ يعني مثلا هو طبعا دحين بعد الانتقادات اللي سويت له، هي مسوين موجه عليها انه ليش انتقدته ما بيرد عليا، انه يعني عامل زعلان فيها. بس هي انتقادات على ايفون 4 الجديد، انه لما تمسكه بيدك اليمين في رساله، لما تمسكه بيدك الرسالة ما في رسالة. انت وصلت له النقطه هذه؟ لا انا انتقدت انه قلت انه الشركه ما، عشان هم احرجوا ونزل في الصحافه. طيب فلما نزل في الصحافه صارت مشكله كبيره يعني، فاضطروا انهم ينزلوا حياء يعني. ايوه طيب ايش قصه الكتاب اللي الفته؟ ممكن تورينا هو توري الجمهور. بالنسبه للكتاب، هو كتاب اي هوتيلز. كتاب اي هوتيلز لو تثبت لهم هو. طيب ايش فكرته؟ هو كلمه حرف الاي يعني زي الايفون وكذا، يرمز الى انوفيتيف، انه متحدث يعني متجدد يعني متطور. فانا حبيت انه ادخل مجال التقنيه في الفندق، لانه ابوي اشتغل في الفندق فتره من الزمن. طبعا انا كنت دائما اجي لهم بعد المدرسه في الفندق، ويعني انا من اجمل الاشياء اللي حبيتها انه دائما احب ادخل التقنيه في كل حاجه. طيب يعني اديني كرسي، اديني لمبه، احب العب. كيف تدخل التقنيه في الفنادق؟ يعني مثلا في تجربه في اليابان، في احد الفنادق اللي في اليابان عندهم تجربه. مثلا انا صحيت من النوم، هم عندهم متابعه فوريه سيستم ديجيتال الكتروني، يقول لك يعني الان فلان لسه ما اتصل، ما سوى اتصال، ممنوع اي حد يخبط الباب عليه. اتصل فلان يقول لك خلاص دحين يعني ممكن نتصل به. فلان ايوه فلان طلب الفطور، طيب خلاص بعد 45 دقيقه بتطلب الفطور، يخبطوا عليك حقهم تنظيف الغرف.
سيستم الكتروني. سيستم الكتروني، انت خارج عند ريسبشن ومعليش انا خارج برا، كم دقيقه انت حتخرج وحترجع عشان اذا ينظفوا يجيبوا لك الغسيل ده؟ سيستم الكتروني متاع. وقبلها قبل التقنيه من الثمانينات كانوا بيستخدموا الورقه والقلم، انه كل دور فيه مراقب وكل ده. فنشر الكتاب الموضوع بهذه الطريقه. ايوه انا ذكرت طيب بعض طيب الاشياء. اسمح لي اني اقاطعك. نرجع للبدايه. ايوه قصه المرض وكفاحك مع المرض وكذا. هو المرض اسمه ديسلكسي، يعني مثلا كلمه زي كروب مثلا في الفوتوشوب، انا اتمرست في برامج كثير، فمثلا زي الكروب هي انا اقراها كورب. ايوه طيب كورب، فانا لما نيجي بقول لك سوي كروب اقول لك سوي كورب. أيه؟ فإن الحروف تتعكس، إنه في منطقة في المخ، يعني طبعا هنا ما عندنا دكاترة يشخص ولا هذا، يعني مرة ضعيف الموضوع ما في حد يعالجه، وأنا ما أخذت أدوية إلى الآن، ما أخذت أدوية. طبعا في ناس اعتبروه تخلف، في ناس أنا الحمد لله اعتبرها ربنا أداني ميزة، ربنا يأخذ منك شيء يديك شيء بداله. فيعني الكلمة هذه لما تتعكس طيب فيصير فيها خطأ في التسجيل، يعني العيون سليم بس يصير فيها خطأ في التسجيل بسبب كهرباء زيادة أو ناقصة في المخ في منطقة استيعابها. هي مشكلة في الاستيعاب الذهني باختصار، مو في الاستيعاب، في استيعاب الصورة نفسها، في إدخال الصورة في تسجيلها، استيعاب الصورة مش طيب يعني. هذا الشيء انت عانيت منه في البداية، لكنك في يعني البداية قدرت انك تتجاوزه وتوظفه لنفسك كميزة يعني. ايوه واجهت صعوبات في التعلم كثيرة، منها في الرياضيات، يعني في الرياضيات انا مرة تعبان بس في الفيزياء كويس. يعني كل مستحيل، يعني مثلا في المدرسة لما واحد يعني مثلا الحمد لله ابوي راجل متعلم وفاهم، بس في كثير ناس يقول لك جاب في الرياضيات درجه بطاله، طب المواد دي كلها جاب فيها درجات كويسه. هذا لا يعني انه هو اي لا يعني بالعكس، انت شجعه على المواد اللي هو كويسه فيها. افتخر. طب دكتور ايش قصه البروجكت اللي معك؟ البروجكت الصغير معك هي الحالية ما هي معايا، بس شفتوها انتم في الظاهر، يمكن صورتها موجوده اذا كانوا يظهروها. ايش قصتها هي؟ طبعا انا مو لاعب التقنيه، فيعني في في العمل يعني مثلا البروجيكتر عندنا اجتماعات وحاجات كده فوريه، فبعرض صوره وصوره تاثر. فالبروجيكتر هذا انا اشتريته وتعبت لما ادور عليه، يتحط في الجيب. حلو. هاند سايز بروجيكتر، اشبكه في الايباد، اشبكه في الماكنتوش، في اي حاجه يعرض لي فيها. افرض ابغى عندي اجتماع بوريهم عماره في عقارات، ابوريهم اختراع جديد، ابغى اشرح لهم على انت ما شاء الله ايش ابتكاراتك في حاجات كتير، بس آخرها آخرها إنه في نوع ليزر أنا مطوره. حلو. إيش فكرته؟ وفكرته يعني مثلاً كل الليزرات لها موجة راديو. فأنا موجة الراديو بقول لهم إن هذه يعني طبقات الجو بتأثر، لو استخدمت يعني ليزر البوينت، لو استخدمته في جدة ولا في طوكيو ولا ده، الرطوبة والموجات موجود مان على الهواء الظاهر لنا. إيوه. لا طيب ايش الليزر مش موجود؟ لا لا صوره البروجيكتر هو لسه يعني ما 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 فسحوه من يعني. فلسه مستني يعني. يعني الليزرات يعني كل واحد فيها، يعني مثلا الليزر اللي يقص القزاز واللي يقص الحديد الرطوبه تاثر عليه، الشمس تاثر عليه، وما ممكن يسوي نفس النتيجه في نفس في مكان مختلف يعني. فيعني مثلا يعني هنا ولسه ما حصل براءه اختراع. لا لا حصلت عليها. حصلت عليها لانه براءه الاختراع توصل عليها لما تطور المجال 30% او ما يقارب يعني. ايوه طيب جميل جدا دكتور محمد بحارث، يعني بصراحه ان شاء الله ابداعاتك احنا نتكلم بصوح ما شاء الله، يعني ما راح نخلص ان شاء الله يسلم. ابداعاتك احنا في نهايه البرنامج بس نعطيك هديه بسيطه كذا تقديرا منا على جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله ان شاء الله انك كنا يعني وجودك ضيف لطيف كنت عليه، ان شاء الله اتمنى لك دائما مستقبل مشرق انت بعد العمر الصغير وفي هذه الانجازات ان شاء الله. العمر كله انجازات ونجاحات، بالتوفيق لك ولنا ان شاء الله وللجميع. طيب مشاهدينا الكرام، كانت هذه ختام فقراتنا لهذا اليوم وختام أسبوع الاختبارات، وإن شاء الله الأسبوع الجاي راح نكون معكم في بداية الإجازة الصيفية. إن شاء الله استعدوا لإجازة بإذن الله ممتعة وحافلة بالإنجازات، أتمنى لكم لحظات جميلة ونتائج إن شاء الله متفوقة ورائعة. نشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله، تصبحوا على خير.